ندخل بقى في ايه، في تدريب الصلاة. احنا خدنا 3 تدريبات المرة اللي فاتت، فاكرينها؟ افكرها لكم. اول واحدة ان تكون الصلاة بعمق وايه وانسحاق، واتكلمنا عن العمق والانسحاق. تاني نقطة ان تكون بثقة وايمان، يعني وانا ربنا يكون عندي ثقة وايمان في ربنا ان ايه، ان هيعمل. يعني احيانا نطلب حاجات ما تكونش ايه لخيرنا روحيا وساعات ماديا برضو. ثالث نقطة كانت ان تكون الصلاة من قلب نقي وطاهر ومكرس. وان شاء الله هنكمل بنعمة ربنا الشروط الصلاة المقبولة. معلش انا اصل ما بوعظ، فيعني ايه ما بعرفش اوعظ، فبقول كلمتين على كد حالي ونقطتين بكتبهم المهم ايه، نكمل دلوقتي. احنا خدنا المرة اللي فاتت 3 نقط، المرة دي الرابعة ايه؟ لازم تبقى الصلاة نمرة 1 في حياتي. يعني لما هنام بدري ساعة هصحى بدري ايه؟ ساعة، فاقدر اصلي بايه؟ براحتي. وكانوا الرهبات زمان الكبار، امهاتنا الكبار، يقولوا الصلاة البدرية محروسة من الشيطان. فكنت اقول يعني ايه محروسة من الشيطان؟ ليه الواحد قام ولسه ذهنه ايه؟ صافي، ومخه ما تعبقش بمكالمة تليفونية، بمشكلة، بخبر كده كده، فيبقى الواحد ذهنه صافي وقلبه على طول كده، يعني يرفعه لربنا ويقدر يصلي ايه وهو ذهنه صافي، فيصلي كويس. فياريت كلنا ناخد التدريب ده، كل ما ننام بدري ساعة كل ما هنصحى ايه بدري ساعة، دي نستفيد بيها مع مين؟ مع ربنا. وبعدين دي هتقعد معايا طول اليوم، الصلاة البدرية دي تلازمني في الشغل، ويبقى أفكر في ربنا في الشارع، في المصلات، في كل ده، وأبتدي بقى أفكر في ربنا وكده. وبيقول إيه؟ المبكرين إلي يعملوا إيه؟ يجدوني. وبعدين هقول لكم حكاية على إيه؟ على الصحيان بدري، من حكايات الدير اللي احنا عصرناها وايه وعشناها. كان عندنا رهبة اسمها منى برتانية، مش منى برتانية دي، منى برتانية الكبير. منى برتانية دي طيبة، ما قلتش حاجة، دي ايه واحدة تانية ايه كبيرة. فالمهم ايه، منى برتانية الكبيرة دي كانت اول واحدة تنزل في عز البرد ايه الصلاة. احنا بنضرب جرس الصلاة على ما يجتمعوا الرهبات عندهم ربع ساعة، ربع ساعة لازم يبتدوا ايه الصلاة. فهي كان حتى ساعات تنزل بدري قبل ايه، قبل الجرس، تقعد تصلي برضو. فالمهم كان معاها رهبة صغيرة بتنزل معاها، فقام الرهبة الصغيرة دي قالت ايه، قالت طب انا ما استنى شوية، هنزل بدري ليه؟ استنى لما ايه، لما اخواتي كلهم يعني ينزلوا، وانزل بعد ما تفوت ايه يعني نهاية الربع ساعة. المهم ايه، ففي الاثناء دي راحت مغفلة شوية، فشافت ايه ست العذراء لابسة ثوب نوراني ومرصع بصلبان الماز داخل النسيج بتاع ايه، بتاع الثوب. ودخلت صلاة الاجتماع اللي بنصلي فيها، لان ما كناش لسه عملنا كنايس، وايه وراحت مغطية الرهبة الكبيرة بشال من نفس الثوب بتاعها، ومغطية الرهبة ايه الصغيرة، فحست انها دفيت خالص ونزلت. فالرهبة الكبيرة بتقول لها ايه، يعني الرهبة الصغيرة دي كانت بتخدم الرهبة ايه الكبيرة، قالت لها يا اختي ما هو لسه ما ابتدوش صلاة، ده انا كنت بردانة موت، بصيت فجأة واحدة لقيت نفسي ايه ديفيت. فعرفت ان يعني الرسالة من العذراء بتقول لها لا انزلي بدري
وما تخافيش من ايه؟ من البرد. ده ابني وحبيبي اللي بيدفيكي اهو، مش يعني مش جو. فال يعني كل الواحد ما يجي على نفسه، سواء كان في صلاة او في جهاد اي فضيلة، ربنا بيعمل ايه؟ بيعزيه وبيشجعه وبيوقف معاه. هل تفتكروا احنا اي واحد فينا عنده فضيلة وعنده حاجة من نفسه؟ لا، هو بينوي وربنا بيشوف اشتياقاته ايه وبيديله اكتر مما ايه، مما يطلب ومما يشتاق. وبعدين الرهبة دي الكبيرة لما دخلت الدير، برضو حكاية عنها بدل ما فوتها كده، هوت هي مش متعلمة. زمان قوي كانوا يجوا من الصعيد وكده وبيبقوا ايه مش متعلمين يعني. فالمهم كان كل رهبة ليها رهبة تكون اتعلمت القراءة والكتابة في الدير، فتعلم الرهبة الصغيرة اللي جاية من الصعيد وهي ايه مش متعلمة. ولازم لازم كل الرهبات اول ما يدخلوا اول حاجة يعني تتطلبها الرهبنة ان يحفظوا المزامير كلها على ايه، على بالهم. فهي حرام لا بتعرف تقرأ ولا بتقدر ايه تصم يعني ما تحفظ مزامير. فبيت متضايقة من نفسها قوي، فقعدت تصلي وتطلب ايه من ربنا ومن ست العذراء ان ايه تحفظها ايه المزامير. ففي يوم صحيت فرحانة قوي وايه بقى ويعني مبسوطة قوي. ايه الحكاية؟ العذراء قالت لها خلاص تحفظ المزامير، وحفظت كل المزامير بسهولة وإيه وببساطة. شوفوا الصلاة بلجاجة تعمل إيه، يعني تخلينا نطلب أي حاجة. مفتاح الصلاة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، نفتح به الفردوس وندخل عند ربنا يسوع المسيح ونطلب الطلب ويدهولنا إيه على طول. حتى لو تأنى بيعمل ايه؟ بيستجيب. Thank you.
خديها معاك خديها معاك خديها معاك خديها معاك دخلوها جوه ما تبقاش ترتاح ما تبقاش ترتاح Yeah.
نشكر ربنا على سلامه امنا، ربنا يديمها في وسطينا. كنت هكون طبعا لما تكون واحده مسافره 48 ساعه يعني معلش سيبها النهارده تستريح، وبكلم جايه كتير تقعد معاها. بعد اذنكم نوصلها لغايه مكانها فوق. 48 ساعه، 48 ساعه مسافره، فيعني ربنا يوصلها لنا بسلامه تطلع تستريح فوق. تفضل. نعمله طريق الاسانسير جوه اتقدم شويه. بس
ازيك يا امنا؟ كده طلعتوها بجد.